تتكلم في النقطه دي يا كريم. احنا الاسبوع ده يا كابتن اسلام كان عندنا يعني كارثتين بصراحه. الكارثه الاولى طبعا كارثه المنشطات، ويعني ثابت خد الموضوع من يعني الناحيه الطبيه وعميق قوي، يعني هو تدخل بما انه دكتور يعني دخل في عمق اعماق الموضوع. لكن من الظاهر واضح جدا عدد كبير من اللعيبه المصريه بيلجأوا للمنشطات عن طريق ادويه التخسيس، ده واضح جدا جدا جدا. ولازم طبعا بكل امانه ان الدكاتره بتاعت الانديه هي اللي توعي اللاعبين بكل امانه. برضه نتكلم بصراحه كابتن اسلام، ممكن يبقى اللاعب ما عندوش المعلومات الكافيه، لكن طبعا ادويه التخسيس هي اكتر حاجه ربما اللعيبه بيستخدموها. ولهنا بصراحه بكل امانه انا في وجهه نظري المسؤوليه تقع على طبيب الفريق، الا اذا صرح وقال ان الامر ده تم من ورا ظهري. يعني انا لغايه النهارده ربما يكون المسؤول الوحيد اللي احنا ما بنسمعوش الطبيب. احنا سمعنا رؤساء الانديه، سمعنا اللعيبه، حتى يعني فتوح منذ قليل يعني كان الولد كاتب على الستوري بتاعه. بصراحه أنا هو صعبان عليا بصراحه جدا، ولكن خلي بالك رب ضراراته النافعه. انا وجهه نظري ضراراته النافعه ليه؟ لانه في النهايه اللي بيحصل ده قد يكون بدايه عهد جديد زي ما قلت لك في دوري بدون منشطات. انا اعتقد كمان احنا وصلنا او في وجهه نظري لاخر مرحله انك تختار ماتش عشوائي في وجهه نظري. يعني النهارده ربما انا ما اعرفش موضوع تكلفته الماليه عامله كام. هو قال من 3.5 ل 7 اوكي في الموسم كله؟ لا في العينه الواحده. 7000 دولار عشان يبعتها جنيه لبرشلونه؟ لا ما اعرفش بقى. العينه 7000 جنيه بس لبرشلونه؟ ما اعرفش هل من 3.5 ل 7 دي ولا هو يعني ولا هو بيحل هنا في الاول؟ يعني احنا برضه محتاجين نعرف الاليه، هل بيحل هنا في مصر او في احد المعامل؟ واذا عنده حاجه للتاكيد الشديد لان بيبقى اللاعب معرض للايقاف طبعا ايقاف طويل، فبيبعت العينه لبرشلونه. اكيد اكيد انا مش فاهم العينه لبرشلونه اكيد المبلغ هيبقى اكبر من كده. بس اللي انا عايز اقوله حسب ما احنا اتاكدنا من منظمه المنشطات في مصر ان هم بيختاروا ماتش او ماتشين عشوائي في الاسبوع، مش بيروح ماتش كله. ما سمعناش عم هو ده اللي انا بقوله. لا هو بيقول، بعديها مش بيقول قبليها. ايوه بس هو انت السنه اللي فاتت سمعت عن اي حد بيقول اي حاجه؟ لا ممكن مثلا في الدور الاول مثلا ما لو اتلعب مثلا 200 ماتش اللي تم تحليلهم مثلا 10. انا بقول في وجهه نظر شخصيه بعد اللي حاصل في الوقت الحالي، من احداث مثيره جدا 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 وصلت لدرجه ان احنا النهارده بنتهم اللاعبين بتناول، مش تناول منشطات، بتناول مخدرات، والكلام ده على مرأى ومسمع. خلي بالك ولاد صغيرين. برافو عليك انت كمان لما بتتكلم عن ده ولاد صغيرين بيسمعوا الكلام ده. لا انت بتتكلم عن واحد زي احمد ابو الفتوح برضو. احمد ابو الفتوح ده يعني سيبك بقى من النادي الاهلي ونادي الزمالك والكلام ده كله. احمد فتوح سوري احمد فتوح ده يعني باك شمال منتخب مصر بالظبط. فبالتالي يهمنا ان احنا نشوفه موجود في منتخب مصر بصراحه يعني. لا وكمان بصراحه الموضوع من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الانسانيه طبعا. من الناحيه الانسانيه هو عنده اسره طبعا وعنده اكيد اولاد وعنده بيت وعنده موضوع كبير قوي. مين اللي قال كده؟ هو مش انا رئيس نادي ولا حضرتك ولا احمد بس ولا جمهور المنظومه برضه يا كابتن اسلام. يعني معلش كابتن، بعيد عن الاهلي والزمالك، والله بعيد عن الاهلي والزمالك، كلنا احنا كلنا في منظومه واحده. يعني كلنا في منظومه واحده. احنا النهارده وصلنا لمرحله في وجهه نظري بصراحه صعبه قوي، صعبه جدا 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 التنافس يوصلنا للحته دي. فانا في وجهه نظري يجب على المسؤولين، والنهارده شيء جيد ان المسؤولين في منظمه النشاطات هم فعلا حياديين، ما لهمش دعوه بالرياضه، ما لهمش دعوه بالدوري كده. فانتوا حلوا الموضوع. يعني انتوا حتى اعتقد في وجهه نظري المنظمه لو قالت اتحاد الكوره على فكره الوضع الحالي، يحتاج زياده المراقبه مثلا، اتحاد الكوره لا يجرؤ انه يقول لا. ليه؟ احنا بصينا نطلع نقول انت ايش في يومك انت اصلا تسمع كلام الدكتور؟ صح. يعني النهارده الدكتور بيقول لي حاجه، بيقول لي صح طبيا انك تعمل كذا، انا هجادله هقول له لا والله انا شايف ان انا مش طبيا المفروض اعمل كده. هو خلاص ما دام الدكتور هنا امر بالشيء هننفذ. فانا في وجهه نظري الملف ده يجب الاهتمام بيه بشكل خطير جدا، لان بصراحه برضو بكل امانه احنا من يوم 25 ديسمبر البيان لما طلع من المنظمه الاعلام نفسه احنا ما خدناش بالنا منه. هم برضو كان لازم يعني ينبهوا كتير قوي. هو انا ليه بقول ماتش اهلي وزمالك؟ عشان يبقى في توعيه. صح. هو كل الضغط اللي بيحصل خلال الكام يوم اللي فاتوا دول بسبب ايه؟ انه ماتش اهلي وزمالك. وحاجه معلش يعني لا في حاجه كده بتستاهل بصراحه والله. لو مش ماتش اهلي وزمالك كان حد هيعمل كده؟ اللعيبه نفسها في نقطه مهمه جدا 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 لازم ياخدوا بالهم. وبعدين بيني وبينك برضو يا كريم انا اسف جدا يجب ان يكون هناك تبرئه اذا او لا قدر الله حاجه ثانيه. يعني شوف برضه هم لعيبه في الزاويه كل حاجه، بس في الاخر هم انا دايما بميل للعيب الكوره طبعا
في الاخر لازم يبقى واضح للناس كلها ايه اللي بيحصل. عايزين نبص والله للموضوع من الجزء الانساني مش الجزء الرياضي. برافو عليك. النهارده في نقطه مهمه جدا، حتى انا اسف يعني لو الامر ده بيتم بمعرفه او بعلم اي حد من جهاز طبي، اللعيبه لازم تعرف انك اذا تناولت اي منشطات في حاجه اسمها ان انت لما تيجي توقفها في اضرار ممكن تحصل لك. صح. الموضوع مش بسيط. صح. الموضوع انت بتاخد حاجات بتعود جسمك، بتلعب في هرموناتك، لما انت بتوقفها بتقول لجسمك خلي بالك انا مش هدخل الحاجات دي تاني. ده معنى ايه؟ ان الاستامنه بتاعتك او اللياقه البدنيه بتاعتك هتقع. انت معرض بشده ان انت يجيلك اكتئاب، والاكتئاب ده من الناس ما تفتكروش ان هو زعل، الموضوع لا ده مرض. الموضوع ده مرض شديد جدا 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 بيؤدي الى ما لا يحمد عقباه. فاحنا الموضوع فعلا اتمنى من المسؤولين ان هم يدخلوا اطباء، ومصر فيها اطباء كويسين كتير وهم بارائهم في الحاجات دي اكيد اكيد يعني افضل طبين مننا. طيب انا قلت في كارثتين عندنا، دي كانت الكارثه الاولى. الكارثه الثانيه انا بحذر اهو، انا بحذر من بدايه انتشار مواقع المراهنات في مصر. بالامس قام احد لاعبي النادي الاسماعيلي، اللعيبه الاساسيين، احد اللاعبين بعمل بنشر بوست بيروج فيه لموقع مراهنات. يعني يا جماعه طيب هو بيني وبينك انا كنت هفتح الموضوع ده، موقع مراهنات يا كابتن اسلام ده خطر جدا. اصل انا هقول لك حاجه، هو طلع قال بعد كده ان هو يعني عمل يعني شيء غلط طبعا، لكن هو بيقول عمل جدا. مبرر سيء، لكن هو عمل شيء غلط وبيقول كده. لكن انا كنت هفتح الموضوع ده بعد الماتش بصراحه، لانه يعني لكن اتفضل هتخليك تكمل. لكن لانه موضوع مهم جدا موضوع جدا جدا، وانا عندي في ايدي معلومات. نعمل لها حلقه بقى كامله بعد كده. نعمل لها حلقه كامله. عملنا حلقه الاقتصاد قبل كده بالظبط. موضوع المراهنات ده يا جماعه موضوع خطير جدا 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 للولاد الصغيرين. ليه؟ لان ببساطه الموضوع مغري للغايه. مغري جدا. ويجب النهارده ان يحصل حتى اتحاد الكوره بقى، انا نفسي افهم بجد والله، احنا كل المشاكل اللي بنتكلم فيها دي اتحاد الكوره ما عندوش اي، ما فيش ولا رد فعل اتقال. توعيه حتى يا جماعه، توعيه. انت معاك النهارده موقع رسمي، معاك بيانات رسميه، معاك حاجات كتير قوي، المفروض انت النهارده تبقوا واخدين بالكم من الكلام ده. النهارده كل الكوره دي الاولاد الصغيرين بيدمنوها، الناس كلها بتحب الكوره، اي حاجه هتخش لهم عن طريق الكوره هيؤمنوا بيها. النهارده في لاعب قام بالترويج لموقع مراهنات. يعني ايه موقع مراهنات؟ يعني احط جنيه اخد 1000، احط 1000 اخد 100000. طبعا. وكمان يمكن في وقت من الاوقات الوصول للتلاعب في مباريات. ممكن. ليه؟ لان المكسب هيبقى كبير. وعشان تفهموا بس يعني ايه، مثلا فريق اكس بيلاعب فريق واي، ففريق اكس ده هو اللي حظوظه في المكسب عاليه جدا، وفريق واي ده نسبته في المكسب 1%. فايه اللي بيحصل؟ لو فريق واي ده كسب يا كابتن اسلام، اللي حاطط جنيه هياخد 100000. ليه؟ لان المفاجاه حصلت. طب واللي حاطط 100000 ياخد 10 مليون. ايوه. ده لسه واحد امبارح في امريكا كسب اليانصيب مليار و250 مليون. طبعا مش هو بياخده، عشان بس انت تفهم، هي بتتوزع، لكن ده المبلغ، كم المبالغ تحط في الكلام ده. واحنا الامر ده عندنا محرم دينيا قبل اي شيء تاني، حرام دينيا، ده حرام، دي فلوس حرام. فيجب، انا نفسي بس والله اتحاد الكوره مره واحده يبقى له دور توعوي ودور مجتمعي. يا جماعه انتوا مش موظفين، وما ينفعش تتجاهلوا هذه الامور. الكلام ده بيحصل على السوشيال ميديا وناس تتكلم فيه، انتوا فين؟ موضوع المنشطات بقى كبير، بقى زايد على اللزوم، وواضح جدا 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 في الاداء وفي النتائج. موضوع مش تهريج. الدرجة الثانية بكل أمانة مليانة مراهنات، مليانة مراهنات. طب هنقول ايه؟ لاعب في الدوري الممتاز بيروق. يا جماعة ده بره كانت فتح تحقيق، اتندى حتى، تعالى انت عملت كده ازاي؟ مش النهارده يطلع موقع صحفي او اعلامي، ده مش دوره، هو بيحاول يعمل شغله، بيستجوب باللاعب فيقول له والله انا اسف، اصل عملت شير بالغلط. انت عملت شير بالغلط، والكود اللي كان محطوط برقم التيشيرت بتاعك ده كمان كان صدفه؟ ما احنا برضو عندنا مخ. فاتمنى دول يا كابتن اسلام كارثتين في وجهه نظري يجب الا يمر عام 2023 والله بجد السنه دي الا بالقاء الضوء عليهم وطبيعتهم، لان الوضع في الكره المصريه في الحته دي، في النقط دي بقى خطير للغايه.